في قبضة رجال الأمن. مقيم من الجنسية السودانية يقوم بارتكاب عدد من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية. تم القبض. تنظيم عصابي مكون من 4 أشخاص، مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، يقومون بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيا قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي. ضبط بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها بما يعادل 930,000 دولار أمريكي. تم القبض. مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أحد الأحياء السكنية نتيجة خلاف سابق بينهم. تم القبض. 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين ذات مضامين وأساليب احتيالية تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب 300,000 ريال. تم القبض. 3 مواطنين يقومون بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة. تم القبض. مواطنان يقومان بارتكاب عدد من القضايا الجنائية تمثلت بسلب العمالة والسرقة من المنازل، ومنها سطو على منزل وسرقة مبلغ 65,000 ريال ومصوغات ذهبية تقدر ب30,000 ريال. تم القبض. 3 مواطنين يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. 3 مواطنين يقومون بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات في عدد من الأحياء السكنية. تم القبض.